شأن مصري آخر، حيث أعلن عدد من ذوي معتقل سجن العقرب بمصر شديد الحراسة اعتزامهم تصعيد تحركاتهم القانونية والاحتجاجية وممارسة ضغوط إعلامية وحقوقية لوقف مسلسل انتهاك حقوق الإنسان ضد ذويهم هناك. ودشن حقوقيون ونشطاء ورابطة أسر معتقل العقرب حملة جديدة قبل يومين للتضامن مع ذويهم المضربين عن الطعام بسبب حرمانهم من أبسط حقوق السجناء المنصوص عليها في جميع الدساتير والقوانين. ويخوض معتقل سجن ترى 992 شديد الحراسة في القاهرة إضرابا شاملا عن الطعام وفق شهادات ذويهم ومصادر بهيئة الدفاع عن بعض المعتقلين داخل السجون، والذين أكدوا أن الإضراب بدأ بعدد محدود منذ 10 أيام ثم ما لبث أن انخرط الجميع فيه. ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول تركيا هيثم غنيم الناشط الحقوقي. هيثم، مرحب بك معنا. يعني دعني قبل أن أتحدث معك عن يعني بداية الدخول في أو دخلوا بالفعل معظم معتقلي سجن العقرب في إضراب عن الطعام، ابتداء ما هي أحد أهم مشكلات هذا السجن الذي يرى البعض أنه من أسوأ السجون المصرية، سواء من خلال يعني المباني المنشأة في هذا السجن أو غير ذلك أو التعامل حتى الأمني؟ تمام، خلينا نحط المشاهد في نفس الوضع اللي موجود فيه حاليا. أكتر من 1000 معتقل وسجين سياسي مصري في سجن العقرب. سجن العقرب تم بناؤه في منطقة مجمع سجون ترى في منخفض. السجن عبارة عن دور واحد فقط، يعني زنازين موجودة في الدور الأرضي وفي بدروم تحت الزنازين بالكامل. السجن بالكامل مصمم من الخرسانة المسلحة، وده يعني إن احنا في فصل الشتاء السجن شديد البرودة وفي فصل الصيف السجن شديد الحرارة. فاحنا دلوقتي واحنا في بداية فصل الشتاء المساجين بالداخل يعانون من شدة البرودة. ايضا تصميم الزنازين الداخلية في داخل السجن لا تسمح بدخول الشمس مطلقا الى داخل الزنزانة، بمعنى هناك ممر فاصل ما بين شباك الزنزانة وما بين الجدار الخارجي، والشباك اللي موجود في الخارج عكس خلف خلاف شباك الزنزانة، مما يعني ان مفيش اي اشعه شمس تستطيع المرور الى داخل الزنزانه. ده يعني ان المعتقل في الداخل هو جلده جسمه لا يتعرض لاشعه الشمس مطلقا، وده يؤدي الى اصابته بالعديد من الامراض منها مرض الدرن على سبيل المثال. لذلك نجد ان معظم المعتقلين اللي في سجن العقرب يعانون مشاكل صحيه، حتى الشباب منهم، وتجد ايضا ان اجسادهم نحيله جدا ولون الجلد جلد الجسم الخاص بيهم لونه ليس كلون البشره الطبيعيين، يعني الجلد هتلاقيه باهت نتيجه عدم تعرض لاشعه الشمس. مش بس كده، كمان اداره السجن بتمنع المساجين من التريض. القانون الخاص بمصلحة السجون الخاص بالسجناء بيعطي للسجناء على الأقل ساعة من التريض يوميا، لكن إدارة سجن العقرب تمنع هذه الساعة، مما يعني أن المعتقل قاعد في زنزانة 2 في 3 متر 24 ساعة لا يستطيع أن يخرج من داخلها. دي نقطة تانية، مما يعني أنه لا يستطيع تحريك أجزاء جسمه، لا يستطيع جسده أن يتعرض للشمس خارج إطار الزنزانة. طيب هل يكتفي أو تكتفي إدارة السجن بهذه الأنواع من العقوبات؟ لا. بالنسبة للزيارات، كثير من المعتقلين مر عليهم أكثر من سنة لم يتم السماح لأهلهم بزيارتهم، مما يعني أنه لم يتم إدخال ملابس ليهم، لم يتم إدخال أطعمة ليهم. طيب سيقول البعض الأطعمة اللي بداخل السجن هي أطعمة جيدة. طيب خلينا نتكلم بقى عن الأطعمة اللي داخل السجن، وإحنا هنا مش محتاجين نقول أن لا يتم تقديم وجبات طعام إلى هؤلاء السجان المعتقلين، تكفي لسد احتياجات أو ما تحتاجه أجسادهم من سعرات حرارية وما إلى ذلك، ولكن يكفي نظرة بسيطة على أي معتقل داخل سجن العقرب عندما يتم عرضه على أي محكمة من محاكم الجنايات، ستجد أن جميع المعتقلين بلا استثناء أجسادهم هزيلة
هزيلة جدا، وخصوصا فئة الشباب نعم منهم وغير الرموز كما يقول، يعني ما عدا القادة السياسيين. طيب بالنسبة للقادة السياسيين يتم التنكيل بهم والتعرض ليهم بشكل مستمر بالإهانات وما إلى ذلك، وده اللي دفع أحد المعتقلين مثل المحامي الأستاذ عصام سلطان يقول أنا مضرب عن الطعام، وعندما يتم الضغط عليه نعم من أجل فك الإضراب يقول لهم وقفوا التعذيب أسهل، اللي بنتعرض طيب له. ابقى معي هيثم، لعلك يعني أعطيت صورة تبدو وافية عن حالة سجن العقرب. ودعنا نذهب إلى ضيف آخر ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة، السيد أحمد عبد الحفيظ نائب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان. سيد عبد الحفيظ أرحب بك معنا. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. نحن أمام ما يقرب من 1000 سجين بالعقرب دخلوا في إضراب عن الطعام لأسباب كثيرة لعل شرحها ضيفي من اسطنبول هيثم غنيم. يبدو أن سجن العقرب مما نسمعه ونقرأ عنه من كثير من المنظمات الحقوقية يتعارض مع أقل ما يجب فيما يخص حقوق الإنسان. سيد أحمد، لماذا تصر الدولة، يصر النظام على يعني سجن الأشخاص في هذا السجن بهذا الشكل والتعامل معهم بهذه الطريقة؟ لا انا ما اعرفش يعني، انما اذا صحت الوقائع يبقى طبعا السجن ده محل لانتهاكات كبيره لحقوق السجناء، ينبغي التحقيق فيها وينبغي تداركها وينبغي حلها. انما انا ما اعرفش بقى ازاي ولماذا تصر وتعمل. هو سجن من السجون له شروط قانونيه في الالتحاق بيه، اللي بيتسجنوا فيه بيتحقق لهم الشروط القانونية من يعني هو ناحية طبيعي شكلية، ان السجن لكن انتهاك حقوقهم داخل السجن لا ما هو مش لازم سجن العقرب. يعني لو انتهك حق حد في تغشيمة اسم هو انتهاك، يطلع بقى في سجن العقرب، يطلع لا في احنا هنا تغشيمة مش امام اسم بس يعني. الانتهاكات ضد السجناء، لا انتهاكات واضح ان هي موجوده واشتكى يعني معظم من في العقرب طبعا لازم منها، لكن انا موجودة بسال طبعا كمان عن ان موجودة. يبنى سجن بهذه الطريقه، كتل خرسانيه شديده البروده شتاء شديده الحراره صيفا لا تدخلها اشعه الشمس يبقى يعني. غير موافي لاشتراطات، يبقى هو السجن في حد ذاته بناؤه بهذا الشكل اذا صح يبقى انتهاك لحقوق المساجين قبل حتى ما يدخلوه، يبقوا داخلين على انتهاك مباشرة بصرف النظر على المعاملة اللي جوه يعني. طيب ابقى معي سيد عبد الحفيظ، ينضم الينا عبر سكايب من اسطنبول شادي ابراهيم معتقل سابق بسجن العقرب. شادي ارحب بك معنا. اهلا وسهلا. نعم، يبدو ان الحديث عن سجن العقرب يطول، فيعني دعنا نقف على التجربة الشخصية التي مررت بها شادي داخل سجن العقرب، ارجو ان ترويها سريعا للمشاهدين. يعني انا بصراحه مش عايز اقول كلام متكرر، الكلام اللي قاله هيثم يعني مش عايز اعيده، لكن انا مش عارف صراحه يعني الاستاذ عبد الحافظ لسه بيتكلم بيقول ما يعرفش، يعني ايه ما يعرفش يعني غير مطلع ازاي اصلا الناس اصلا داخل السجون اصلا هم يعتبروا اصلا في اختفاء قسري. يعني انا كان جنبي ناس مساجين كانوا متحولين من الكتيبه 101 ومن سجن العزول في من الاسماعيليه، اهاليهم لغايه اللحظه ما مش عارفين اي حاجه عنهم، ناس اهاليهم بيوتهم اتدمرت من اولها لاخرها وترحلوا لسجن العقرب ومحدش عارف حاجه عنهم، اهاليهم ما يعرفوش ان هم اصلا هم فين. سجن العقرب اصلا فيه مساجين يعتبروا مختفيين اختفاء قسري لغايه لما ينزلوا في القضيه، لغايه لما ينزلوا في القضيه. طبعا لما بينزلوا في القضيه ما حدش عارف اصلا هل هو نزل في القضيه ولا ما نزلش في القضيه بسبب التعتيم وبسبب طيب. منع من الحضور في حاجات كثيره جدا. شادي انا انت مررت بنفسي بتجربه، عاصرت سيبك شفت التعذيب. من كلام الاستاذ نعم. احمد عبد الحفيظ لعله فعلا الرجل غير مطلع، لكن انت مريت بتجربه حقيقيه، انا عايزك تحكي لي عنها، انا كيف هي رايت الحياه داخل بنفسي، سجن العقرب؟ انا رايت بنفسي مكان للتعذيب. كان ساعتها رئيس مباحث تامر جاد، الضابط تامر جاد، انا مش عارف هو دلوقتي في انهي سجن، اتنقل لانهي سجن، دخلنا على مكان لاستكمال التعذيب واستكمال الاعترافات المخابرات الحربيه بتديره في المبنى الاداري بجوار المكان اللي هو الخاص باداره سجن العقرب، في مبنى اداري بجواره بيكملوا
في الاعترافات وبيكملوا في التعذيب الخاص تبع المخابرات الحربيه. الاعترافات والحاجات دي بيكملوها هناك. يعني المخبر لما خدنا هناك حصل قضيه من الداخل، في ضابط اعتدى علينا وسب لنا الدين، فاحنا اشتكينا. طبعا هو فاكر ان كل الناس هيشتم فاحنا نسكت نبص، لا احنا هنرد له الشتيمه احنا كمان، يعني ما احنا متبهدلين وطالع عينينا وكل حاجه، لكن لا، ما هو انت خلاص ما فيش حاجه اصلا اخسر اكتر من كده، يعني قاعدين في سجن الناس كلها بتموت، فاحنا بنرد الشتيمه برضه. فخدنا بعد ما اعتدى علينا ودانا في مكان بنحقق فيه، فالمخبر وهو خطا ودانا ناحيه المبنى الاداري المجاور للمكان اللي جاء فيه وكيل النيابه عشان يعمل ايه البلاغ اللي احنا اتعمل فيه في المحكمه. فطبعا لما دخلنا المخبر بالغلط، فرئيس المباحث قال له تعال هنا، فازاي دخلوا المكان ده؟ انا ما قلتلكش دخلهم هناك. قال له والله يا باشا ما كنتش عارف يعني ما. وطبعا لما احنا دخلنا شفنا مناظر، ناس متعلقه، ناس عريانه، وناس متغميه على الارض، كانه بالظبط يعني احتجاز غير يعني كانها بالظبط يعني هو امتداد لسجن العزول الحربي وامتداد لامن الدوله اللي موجود. نعم. كل الوسائل موجوده بيعذبوا الضباط. حتى انا دخلت السجن في اخر 2013 في اخر ديسمبر 2013، الضباط حتى ضباط المباحث اللي كانوا ماسكين في العنابر في الداخل، هم جايبينهم ضباط ترحيلات، مش يعني ناس لسه غائبيه. كل اللي كان بيعمله بيوصل سجين من السجن الفلاني او المحكمه الفلانيه. لما مسكوا كانوا في الاول كويسين، بعد كده بدأوا شويه شويه لغايه لما اتعلموا، وبقى السجن بقى بيدار من قبل الايه، من قبل المخابرات الحربيه. طيب. حتى التسكين الداخلي مين مع مين ومين جنب مين ومين يقعد مع مين، واي حد بيتكلم جوه المخبر يكتب تقارير يقول مين يتكلم مين ما عملش. كمية الإضرابات اللي احنا عملناها، ابتدينا أول إضراب لما حصل لما منعوا فيما يخص الإضراب. أنا هرجع لك تاني يا شادي، أو فيما يخص مسألة الإضراب، لكن أنت بتقول معلومة جديدة أن اللي بيدير سجن العقرب هي المخابرات الحربية وليست وزارة الداخلية ومصلحة السجون المصرية. الضابط تحديدا الضابط في التليفون يقول له يا باشا سكنوا لك فين؟ لا ما تسجنوش جنب قضية فلانية، سكنوا جنب فلان الفلاني اللي في قضية كذا علشان طبعًا. مش عارف ايه. طيب. طبعا يعني وضحت هذه الفكرة. سأعود إليك شادي مرة أخرى، لكن دعنا نذهب إلى القاهرة وينضم إلينا أو تنضم إلينا من هناك عبر الهاتف آية علاء، زوجة الصحفي المعتقل بسجن العقرب حسن القباني. أستاذة آية أرحب بك معنا. أهلا يا فندم. نعم أهلا بحضرتك. خلينا نتكلم ابتداء على الأسباب اللي دعت سجناء العقرب ومن بينهم زوج حضرتك الزميل الصحفي حسن القباني في الدخول في إضراب عن الطاعة. نعم هو يعني بداية يعني السجناء في سجن العقرب عموما يعني حاولوا انتزاع حقوقهم أكثر من مرة بشتى الطرق والوسائل يعني المشروعة. بدأوها من أول إن هم يكون ليهم يعني تفاوض مع إدارة السجن، وإن هم يعني يصلوا لشبه اتفاق يعني مع إدارة السجن حول تنظيم الحياة المعيشية جوه السجن. طبعا اللي هي أصلا حتى لما بيتوصلوا الاتفاق مع إدارة السجن بتكون أقل أصلا من حقوقهم المنصوص عليها في القانون بمراحل. طبعا ده للأسف الشديد بيتغير، الاتفاقيات دي بتتغير بتغير المشرفين على السجن. أنا بس كنت عايزة استكمل على كلام حضرتك مع ضيفك، إنه زي ما قال الأستاذ عصام سلطان في أحد المقالات، إن السجن ده مشرف عليه 4 جهات، وده كان لهن رتبة كبيرة في السجن في أحد المرات اللي احنا يعني كنا اعترضنا فيها بشكل يعني هتاف أو تظاهر قدام السجن، إنه كل سجين في السجن ده في 4 جهات بتقول رأيها فيه. أستاذة آية ممكن تبطي معايا ثواني سأعود إليك مرة أخرى، لكن دعيني فقط أنوي أننا نعرض الآن محاكاة صور ومحاكاة لسجن العقرب وكيفية المباني من الداخل، سواء كانت الزنازين كيفية بناءها كما ترون. هذه محاكاة
كتقريبية لما هو عليه سجن العقرب، وبالطبع تتضمن مشاهد تمثيلية كما ترون، هذه ليست مشاهد حقيقية بالطبع، لا يستطيع أحد أن يدخل إلى سجن العقرب ويقوم بعملية التصوير وما شابه. حتى ما يقال عن حقوق الإنسان أو عن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عندما تدخل إلى هذه السجون تقول أن المسائل يعني 100% وهي يعني أقرب لخمسة نجوم، لكن هذا هو بناء السجن كما ترون في هذه المحاكاة. السجن بأكمله عبارة عن دور أرضي مبني من الكتل الخرسانية، كما قال ضيفي السيد هيثم غنيم أن هذا السجن تحديدا لا شديد البرودة، البرودة شتاء، شديد الحرارة صيفا، لا تدخله أشعة الشمس، وبالتالي ينعكس ذلك على صحة المساجين بداخله. وبالأمس القريب سقط السيد عصام سلطان المسجون في هذا السجن والقيادية بحزب الوسط مغشيا عليه داخل قفص الاتهام بسبب إضرابه عن الطعام لما يتعرض له من تعذيب داخل سجن العقرب ومن انتهاكات لحقوق الإنسان. وهناك ما يقرب من 1000 سجين بدأوا بالفعل إضرابا عن الطعام لافتقاد الحد الأدنى من حقوق الإنسان داخل هذا السجن، ناهيك عن التعذيب كما يقولون. نعود إليك أستاذة آية مرة أخرى، يعني اكملي ما لديك ما بدأتي، لكن أنا كمان الحقيقة عايز أعرف إيه الأدوار اللي أنتم بتقوموا بيها فيما يخص التواصل مع السلطات، مع الجهات القضائية لرفع هذا الظلم والعوار عن سجناء العقرب. هو يعني استكمالا فقط لما كنت بدأت مع حضرتك، انه السجن ده للاسف مشرف عليه 4 جهات، وللاسف السجناء يعني هم اللي بيدفعوا ثمن تناحر الجهات دي لما بيحصل فيه تناحر بينها او تضارب في المصالح، هم اللي بيدفعوا الثمن، يعني ده بياخد قرار والتاني بيجي يلغيه، وفي الاخر المساجين هم اللي بيدفعوا الثمن. طبعا برضو تغيير المسؤولين، يعني احنا تعاقد علينا كذا رئيس مصلحه، كل واحد بيجي بيحب ان هو يقدم قرابين الولاء والطاعة، فده بيحصل ازاي؟ بان هو يعمل تجريدة ورا التانية، بان هو يلغي ما تم التوافق عليه مع السجناء من رئيس المصلحة اللي قبليه، يزيد في التنكيل، ياخد حبة يوديهم التأديب، يمنع الزيارة عن البعض، يعني اشكال وصنوف متعددة من التعذيب. طبعا حسن يعني كشخص هو يعني اضرب عن الطعام يعني المرة الأخرانية دي لسببين. السبب الأول هو طبعا زي ما قلت لحضرتك المعاناة الشديدة اللي هم بيعانوها مؤخرا بعد تغيير رئيس المصلحة وقدوم رئيس المصلحة الجديد وإلغاء كل الوعود بتحسين الوضع. السبب الثاني اللي دعا حسن للإضراب، وبالمناسبة اللي دعا أستاذ هشام جعفر أيضا للإضراب عن الطعام والدواء، هو أن الاثنين هم الاثنين الصحفيين الوحيدين الموجودين في سجن العقرب، وتجاوز هم الاثنين مدة الحبس الاحتياطي المقررة بسنتين، وأصبح يعني بموجب القانون وبقول القانون واجب الإفراج عنهما بموجب المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية. أنا توجهت أنا ودكتورة منار طنطاوي زوجة أستاذ هشام جعفر منذ يومين توجهنا بعدة تحركات قانونية، أولها أن احنا توجهنا لمكتب النائب العام ويعني قدمنا طلب بالإفراج عن حسن واستاذ هشام، لان هم اصبحوا يعني يستحقان الافراج بموجب القانون، ويعني لان النائب العام هو المخول او المسؤول او المعني باحلى اسبابهم. الجهه الثانيه اللي احنا توجهنا لها هي مصلحه السجون، حقيقه ده طلب بقى احنا بنطلبه يعني من 3 سنين، يعني حسن محبوس من 3 سنين واحنا طلبنا الطلب ده كتير، وفي كل مره بيقابل بالرفض، ان هم على الاقل خالص يتنقلوا لسجن يعني به أدنى مقومات الحياة الإنسانية، ناهيك عن أن أصلا سجن العقرب في الدستور وفي القانون يعني غير مخصص للمحبوسين احتياطيا، هو فقط مخصص للي واخدين أحكام مشددة. نعم، شكرا جزيلا. وده طبعا مخالف للقانون. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذة آية علاء زوجة الصحفي المعتقل بسجن العقرب حسن القباني، كنت معي عبر الهاتف من القاهرة. ونذهب إلى نموذج آخر تنضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول السيدة منى إمام والدة جهاد الحداد،
حداد المعتقل بسجن العقرب. أستاذة منى أهلا بك معنا دكتورة منى، لكن قبل أن أبدأ معك دعيني أذكر وأنوه أننا نعرض الآن صور محاكاة لسجن العقرب بمصر، ترصد تفاصيل السجن من الداخل والخارج من خلال هذه المشاهد التمثيلية التي ترونها في هذه الصور. البعض يتحدث عن معاناة شديدة لمن هم داخل هذا السجن، أدت إلى إضراب أكثر من 1000 سجين عن الطعام نظرا للانتهاكات التي يتعرضون لها، سواء على مستوى المعيشة داخل السجن أو على مستوى الرعاية الصحية التي لا يحصلون عليها، وبالتالي أدت بالفعل إلى وفاة عدد من السجناء داخل هذا السجن. أذكر أن سجن العقرب محبوس به كافة أو معظم قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وعلى رأسهم المرشد العام للجماعة الدكتور محمد بديع. أبدأ معك دكتورة منى، لديك أكثر من سجين داخل سجن العقرب، منهم ابنك السيد جهاد الحداد، يعني هل لك أن تطلعين على ما يعانيه جهاد داخل سجن العقرب؟ السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. أنا بقول بس أحب أنوه إن دي أول مرة السجن كله يدخل في الوقت، لأن الأوضاع فعلا يعني أصبحت مأساوية. يعني مهما قلنا عن كل الكلام اللي اتقال، إنما حاليا المعاملة والحرمان التام من كافة الحقوق يعني جعلت كل المسجونين بدون استثناء يدخلوا هذا الإضراب. جهاد يعني مثال واضح، ووالده كذلك لما يحدث في العقرب حاليا. هو الوالد يعني الزوج والابن يا دكتورة موجودين داخل سجن العقرب، اللي هو الدكتور عصام الحداد الزوج اللي هو مساعد رئيس الجمهورية السابق، والدكتور جهاد الحداد اللي هو ابن حضرتك. تمام اتفضل. بس طبعا في عنبرين منفصلين، يعني هو لا يرى والده الا في الجلسات. فجهاد حضرتك يعني 9 شهور مصاب بألم شديد جدا وعدم قدرة على تحريك رجله وركبته، وبعد 9 شهور أو 10 شهور تقريبا عملوا له الأشعة للتشخيص، ولغاية دلوقتي مفيش أي علاج طبعا. أما والده فمعلش حضرتك تديني دقيقة، لأن اتفضلي يا فندم ليكي كل الحرية، اتفضلي. شكرا. الدكتور عصام أفيد، أنا ممنوعة من الزيارة، لم أرى زوجي من سنة وشهر. سنة وشهر ممنوع من الزيارة. الأدوية بتوصل بصعوبة شديدة جدا. الدكتور أصيب أكتوبر الماضي بأزمة قلبية، لم يتم عمل الفحص اللازم للتشخيص إلا من 2 أسبوع 3 أسبوع، وتبين إن هو مصاب بضيق في شرايين القلب وهيحتاج عملية قسطرة وتركيب دعامة. 11 شهر سايبينه بدون أي حاجة، وحاليا حتى الدواء الاسبوع الماضي، واقسم بالله ان كلامي صحيح، الاسبوع الماضي حاولت ادخل له الادويه اللي ممكن تقيه حاجه لو حصل له ذبحه او حصل له اي حاجه مفاجاه في الزنزانه الانفرادي اللي قاعد فيها، المخبرين رفضوا يدخلوا له الدواء. انا ببعت الادويه مع الزيارات اللي داخله في العنبر عنده، تم رفض دخول الدواء. انا دلوقتي مش عارفه اتصرف ازاي، انا مش عارفه اتصرف ازاي. يعني زوجي معرض للإصابة بسرحة، وده شيء لم يعاني منه من قبل، إنما كله بسبب الضغوط النفسية في سجن العقرب. غير قادر على إني أوصل له الدواء، غير قادر على إني أطمئن عليه، ما أعرفش أي حاجة عن أخباره من أكتر من سنة، ممنوعة دلوقتي من الزيارة. وبعدين حتى يعني القاضي موقف الجلسات، ووسيلتنا الوحيدة إن إحنا نقدم طلب للقاضي، مفيش جلسات حاليا، ولسه القاضي لو تقدم له طلب ووافق عليه، لسه موافقه اداره السجن على ان هي تخرج او يعرض على استشاري قلب او يشوف عمليه القسطره وتركيب الدعامه. فانا مش فاهمه، يعني الواضح حضرتك ان الاضراب قائم حاليا لمنع الابتزاز السياسي بالحرمان من الحقوق. هي كل العمليه كسر ارادتهم وتقديم تنازلات، وجربوا معهم كل الوسائل، انما الوضع حاليا لا يطاق. الوضع حاليا ليس له الا معنى واحد بس، ان المراد قتلهم. نعم المراد قتلهم. نعم كان الله في الوضع. فده السبب، وليس هناك اي شيء. يعني المنظمات الدوليه اتكلمت، ما فيش منظمه دوليه محترمه الا وقدمت تقارير وطلعت تقارير في الاعلان، ورغم هذا لم يتم اي تفاعل.
لم يتم وتقدمنا بلاغات للنيابه وقدمنا شكاوي في مصلحه السجون واتخذنا كل السبل القانونيه الممكنه المتاحه وشكاوى للجنه حقوق الانسان المعينه وكل ده طبعا لا يكثر عن اي شيء. هم بيدافعوا عن نفسهم، دي وسيلتهم الوحيده للبقاء على قيد الحياه، لان هو المرافقه لهم والحالات الصحيه المتدهوره اللي موجوده حضرتك لا تتخيل الحالات خطره جدا اللي موجوده في العقل. انا زوجي 20 سجين سياسي معظمهم من الاخوان في عنبره، منهم 11 واحد من 20 11 واحد ممنوعين من الزياره منذ سنه. فالوضع وصل لموقف خطير. الاضراب هو رفض للابتزاز السياسي والضغط من اجل كسر ارادته. أشكرك شكرا جزيلا الدكتورة منى إمام والدة المعتقل بسجن العقرب عصام الحداد وزوجة المعتقل أيضا بسجن العقرب الدكتور جهاد هو الابن والدكتور عصام الحداد هو الزوج وهو كان مساعدا لرئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي. عودة للناشط الحقوقي هيثم غنيم. هيثم، يبدو أن المسألة غير متعلقة بالسجن وبناء السجن، نحن كما استمعنا إلى بعض الشهادات هناك حرمان من الرعاية الصحية الأساسية، كما استمعنا هناك حبس انفرادي. هل الحبس الانفرادي يعني متاح للجميع أم أنه عقاب في حد ذاته؟ يعني يكون السجين قام بشيء ما داخل السجن فيتم عقابه بالحبس الاحتياطي كما أفهم هيثم، يعني وضح لي. طيب خلينا بس الاول نوضح ان احنا مشكلتنا مع سجن العقرب مش علشان ان في سجناء سياسيين، احنا مشكلتنا مع منظومه السجون في جمهوريه مصر العربيه. المفترض ان وفق القانون ان السجون هي مكان للاصلاح والتهذيب وتغيير الشخص من انسان قد ارتكب جريمه معينه نتيجه ظروف معينه الى شخص صالح يتم تهيئته في بيئه تجعله يستطيع العوده للحياه مره اخرى بشكل يخدم مجتمعه. فسجن العقرب في الاصل يعني لو احنا بنتكلم انه حتى تم بناؤه للسجناء الجنائيين شديد الخطوره، فهو سجن لا يساعد على تحسين هؤلاء السجناء بل يؤدي الى زياده اجرامهم فيما بعد وزياده الحنق والغضب على المجتمع الذي ادى او الذي وضعهم في مثل هذا السجن. فتخيل معي ان في هذا السجن الان يقبع ما لا يقل عن 1000 معتقل، كل الجريمه اللي ارتكبوها في حياتهم ان هم طلبوا لمجتمعهم بوضع افضل. طيب خلينا نتكلم السجن من جوه، الزنازين بالكامل، جميع الزنازين اللي موجوده في العقرب، واحنا بنتكلم ان في كل عنبر في 20 زنزانه رئيسيه وفي 4 زنازين بيتم استخدامهم لاغراض مختلفه، كلهم تم تصميمهم ان هم يكونوا زنازين انفرادي. زنازين انفرادي، بعض الزنازين دهيت بيكون فيها فعلا بيتم وضع فيها شخص واحد، والبعض الاخر بيتم تجديس فيها من 3 إلى 5 سجناء في ظروف تهويه سيئه جدا. طب ما الذي يريده النظام بمثل هذه الافعال؟ النظام بشكل واضح وصريح بيستورد تجربه خارجيه مارستها الحكومه البريطانيه مع المتمردين في منطقه ايرلندا وما الى ذلك في كسر النفسية أو كسر الإرادة الخاصة بهم. إذن هذا السجن تم بناؤه، من نيجي نبص على تاريخ البناء بتاعه في التسعينات من القرن الماضي هنجد أنه تم إنشاؤه في ظل ظرف سياسي أتى بعد اغتيال الرئيس السادات، وتم وضع فيه معتقلين، تم افتتاحه بمعتقلين على ذمة قضايا سياسية أو قضايا أعمال مسلحة ناتجة عن الاشتباك مع النظام في هذا الوقت، وكان الغرض منه الأساسي هو تدمير هؤلاء الأشخاص. ثم يعاد استخدام السجن مرة أخرى فيما بعد الانقلاب لنفس الغرض. لما نيجي نبص، طيب هل صمتت الثورة المصرية عن هذا السجن؟ في حقيقة الأمر لا، لم تصمت الثورة المصرية عن هذا السجن. تمام، يعني هيثم عفوا، يعني لضيق الوقت لن نستطيع أن نتطرق لهذه النقطة، لعل في مرات قادمة بإذن الله. شكرا جزيلا هيثم غنيم الناشط الحقوقي، كنت معي عبر سكايب من اسطنبول. الآن أتحول لزميل حسام يحيى، سيعرض على حضراتكم عدد من تعليقات مشاهدينا فيما يخص انتهاكات وحقوق سجناء العقرب. تفضل. شكرا لك أحمد. إذن بخصوص هذا الموضوع على وجه الخصوص كان هناك حراك على تويتر وكذلك على فيسبوك بخصوص سجن العقرب والإضراب. أحمد مصري كتب قائلا: مهما كان الاختلاف سياسي أو أيا كان، لا يحق لأي شخص أن يحرم شخصا آخر مخالفة من حرية التعليم أو حرية
الرأي. كذلك كتب يوسف: مصر أصبحت مقبرة وسجن كبير لأي حد يعارض النظام الحاكم أو النظام عبد الفتاح السيسي. أمينة كتبت: هم أصلا بيقتلوهم بالموت البطيء داخل سجن العقرب وغيره من السجون المصرية. بينما كتب مصطفى: السيسي يتلقى الأوامر من واشنطن الذين وضعوه على عرش مصر واشترطوا عليه قتل الشعب المصري والقضاء على الثورات بنشر الفوضى في تلك البلاد. من وجهة نظر مصطفى كذلك كتب صلاح: الإسلاميون يتعرضون يوميا للقتل والتعذيب بمصر. كذلك كتب تعليق آخر سمير: نظام السيسي نظام فاسد وظالم. أيضا كتب آخرون على تويتر: خليل على سبيل المثال كتب في ذات السياق: ستستجيب لذلك إذا سمحت لها إسرائيل، فالسيسي لا إرادة عنده لفعل ذلك. بينما كتب أسامة: السلطات المصرية بتعمل طبقا للائحة السجون، ولو هيضربوا عن الطعام من اليوم للسنة القادمة وياريت يموتوا ويوفروا علينا الأكل. من وجهة نظر كاتب التعليق، وهو واضح أنه مؤيد للنظام السيسي. أيضا كتبت حساب منى سيف أو كتبت منى: إضراب المعتقلين مستمر، عصام سلطان معتقلي ألترس الزمالك المحاكمين عسكريا، هشام جعفر ومعتقلي سجن العقرب. ما يجمع كل هؤلاء هو الإضراب عن الطعام. نعود من هذه التغريدات إليك أحمد من جديد. شكرا جزيلا حسام، ومنك أذهب لشادي إبراهيم وهو كان معتقلا سابقا بسجن العقرب. شادي، يعني تأخرت عليك كثيرا، لكن اسمح لي، هل تعتقد أن فكرة الإضرابات عن الطعام كما هو حادث الآن داخل سجن العقرب من الممكن أن تؤتي ثمارها ويعني تجعل المسؤولين عن السجن يعطوا بعض الحقوق لهؤلاء السجناء أم لا؟ طبعا يعني الإضرابات لوحدها لا تكفي يعني لتحقيق أي مكاسب، ولكن هو كارت من الكروت يتم الضغط فيه على إدارة السجن. وإدارة السجن هي بس دورها أن هي بتوصل للجهة اللي لها الصلاحية في أن هي يعني تخفف أو تجدد. لكن الموضوع كله بيبقى ليه ارتباطات كلها بسبب الوضع العام اللي موجود في البلد بشكل عام وظروف السياسية بشكل عام. يعني انتقالي لما انا كنت مضرب، انا وخالد سحلوب وصهيب، كنا ساعتها في قضيه الماريوت الخاصه بالجزيره، اضربنا ما كانش ليه اي تاثير واي نتائج الا بسبب ان احنا كنا بننزل في قضيه مشهوره اعلاميا وكان الكلام بيوصل، وكان كل ما بنتكلم في القفص، كل ما بنتكلم قصاد المحكمه قصاد الاعلام الاجنبي، كان بيكون ليه ردود خاصه بينا احنا وبشكل عام على السجن بشكل ايه بشكل بسيط. لكن بشكل عام لازم يكون في هناك حل، وهناك ضغوط ومجهودات يتم العمل عليها من مختلف الاطراف. لكن شادي، تعتقد ان يعني الدكتوره منى امام او واكثر من من كانوا معنا في هذا النقاش بيقولوا ان سجن يعني العقرب هو سجن للخلاص من هؤلاء المعارضين للنظام السياسي في مصر لقتلهم، ايه رايك في الكلام ده؟ ده صحيح. الضباط هم بنفسهم هم بيقولوا اللي بيدخل السجن ده ما بيطلعش الا على قبره، يعني هو وانت داخل كده بسم الله الرحمن الرحيم اللي بيدخل السجن ده ما بيطلعش الا على قبره. امين الشرطه والضابط لما بنيجي حتى بنطلع لترحيله بيتكلم بيقول لما بيحصل اي حتى لو حصل ثوره، كان بيقول كده، حتى لو حصل ثوره والناس كلها قامت وخلاص النظام هيقع، انتوا جاي لكم امر مباشر بتصفيتكم جسديا قبل ما الثوار يجوا يطلعوكم السجن. ده لو هم فكروا هيجوا يطلعوكم السجن، يعني واضح ان في ان النظام من اوله لاخره الناس اللي بيدخلوا سجن العقرب هم بيمثلوا بالنسبه له خطوره على وجوده ذات نفسه. ف يعني ده طبيعي جدا النظام ان هو يحبس، يعني ان هو يتعامل بالشكل ده، لانه فعلا كل واحد موجود بالسجن ده هو يمثل خطر على النظام سواء سياسيا سواء في كل الجوانب، يعني هو في الاخر تصفيه جسديه لاي حد معارض للنظام. اشكرك شكرا جزيلا شادي ابراهيم، معتقل سابق بسجن العقرب، كنت معي عبر سكايب من اسطنبول. مشاهدينا الكرام، من المشهد المصري دعونا نذهب سريعا لغزه، او بعد الفاصل قبل ان نذهب لغزه نواصل المسائيه وفيها
مواطنون بمصر يسخرون من استطلاع لمركز بصيرة يقول إن نسبة رضا الشعب عن أداء الدولة 55%.